اهلا وسهلا عثمان، ازيك؟ اول حاجه مبروك للشعب السوداني، واحتفى السودان امس، يعني من امس الفرحه عمت كل ارجاء البيوت السودانيه، انتصارات سواء كان على الصعيد الثقافه والعلم، وايضا امتدادا لاحتفالات في الرياضه. مبارك للمنتخب القومي صقور الجديان بهذا الانتصار الكبير الرباعيه العالميه. خلينا نتكلم عنها اول ونربطها طوالي بهذا التشجيع الكبير لوزيره الشباب والرياضه. نعم، يمكن قبل ما نخش اجواء مباراه السودان نترحم على استاذنا احمد محمد الحسن صاحب الهرم الاعلامي، التعازينا الحاره للوسط الرياضي والمريخ على وجه الخصوص بوفاه استاذنا احمد محمد الحسن اللي مثل المدرسه المتفرده في الصحافه الرياضيه، ومن الناس اللي وضعوا اولى لبنات الاعلام الرياضي والصحافه الرياضيه منذ الستينات، وتراس عدد من اقسام الرياضيه في الصحافه السياسيه في الصحافه والسودان الحديث، واسس جريده الملاعب، و كان في صحيفة المريخ، وتغلد عدة مناصب في جمعية الصحفيين الرياضيين ورابط العالميين الرياضيين لعدة دورات، وكان له مشاركات واسعة جدا في الاتحادات العربية المتعلقة بالصحافة، ومثل مدرسة تلمز على يد عدد من الصحفيين، وكان مهني من الطراز فريد، يعني حتى انه هو مريخي، ولكن عندما يلعب الهلال باسم السودان خارجيا يكتب بطريقة جميلة ويشجع الهلال، تعلم منه الكثيرين يعني. ربنا يرحمه رحمه واسعة وتقبل ذويه حسن العزاء. المنتخب السوداني حقق نتيجة جيدة جدا، كان الكل ينظر للمنتخب خاصة انه بعد خروجه من تصفيات الشان كان عنده فرصة انه يتأهل في مباراة تنزانيا، فاز خارج أرضه وخسر هنا في الخرطوم. كان تأهله للشان ممكن يدعم حظوظه في التصنيف، ولكن خرج، فالكل كان مشفق على المنتخب انه المجموعة الثالثة صعبة جدا تضم ساو تومي وغانا وجنوب أفريقيا، ولكن المنتخب حقق بدايه مثاليه جدا بفوز كبير، رغم انه الخصم ليس بالفريق يعني الشرس مقارنه بمنتخبات المجموعه، ولكن الفوز معنوي جيد في فاتحه المباريات، خاصه انه انت هتلعب ثلاث مباريات داخل ارضك وثلاثه خارج ارضك، لا بد انك تحقق الفوز في جميع المباريات اللي تقام في الخرطوم، وتسعى للعوده بنقاط من الخارج حتى انك تدعم حظوظك في التاهل لنهايات كان في الكاميرون 2021. كل المنتخبات في المجموعات، اي مجموعه فيها اربع فريق بتاهلوا الاول والثاني، فرصه السودان كبيره في انه يتاهل، خاصه لو حقق الفوز في مباريات الخرطوم 9 نقاط، وهتحصل على نقطه ونقطتين من خارج الخرطوم، يمكن ان يكون حتى على افضل الثواني في المجموعه الاول والثاني حتى يتاهل، رغم صعوبه المهمه انه منتخبات قويه مثل جنوب افريقيا وغانا. المباراه كانت جيده جدا، المنتخب السوداني سيطر بشكل كبير على اللقاء وقدم مستوى جيد جدا، وكان افضل من الخصم في كل الخطوط، ونجح في تسجيل 4 اهداف. صحيح حاره الطرد ساهمت في انه في تدني الناحيه المعنويه للاعبين منتخب ساو تومي، واستغلها منتخبنا وسجل 4 اهداف، ولكن في النهايه المباراه نقاط واهداف، الفوز معنوي، خاصه انه المنتخب السوداني هيستقبل حيحل ضيف على منتخب جنوب افريقيا القوي، قدم مستويات كبيره في الاتحاد الافريقي الاخيره، ويعني اقصى المنتخب المصري، منتخب جنوب افريقيا منتخب قوي جدا، لديه لاعبين محترفين، كل القائمه اغلبيتها في جنوب افريقيا لاعبين محترفين من العيار الصغير، منتخبات الغاريه القويه جدا. منتخب غادر فجر اليوم الى جوهانسبرغ، حيواجه المنتخب الجنوب افريقي يوم 17 ما في وقت للراحه والاستجمام، حيكون برنامج ضاغط جدا. اليوم حتلعب غانا وجنوب افريقيا في ذات المجموعه، في المباراه حتقام في غانا. المنتخب حتى الآن تصدر مجموعته ب3 نقاط و4 أهداف، انتظار مباراة اليوم بين غانا وجنوب أفريقيا. أتمنى أنه يستغل الجهاز الفني واللاعبين الناحية المعنوية من المباراة، وحتى أنه يحققوا نتيجة طيبة في جنوب أفريقيا، خاصة منتخب جنوب أفريقيا هلعب مع منتخب غانا، حال أنه حصلوا على تعادل من جوهانسبرغ يكون جيد حتى أنه يلعبوا بشكل إيجابي في عندما استقبل المنتخب غانا في الخرطوم. حضور وزير الشباب والرياضة كان يعني من ناحية معنوية دعم للاعبين، يمكن شاهدنا في العهد السابق 30 عام كان ما في اهتمام حتى على مستوى الاتحادات ووزراء الشباب والرياضة، يكتفوا بالحضور في التمارين قبل النهائية للمباريات، ولكن حضور الوزيرة كان له واقع خاص في انه تشجع المنتخب وتكون واقفة مع اللاعبين والجمهور، وشهدنا امس لوحة تشجيعية جيدة جدا في التفاف حول المنتخب. يعني طوال السنوات الماضية كان في عدم اهتمام مباراة المنتخب، فيه مال من الجماهير. نعم، بصراحة صحيح، هو يمكن مع الوضع الظروف الصعبة تم تخفيض التذاكر، كانت فئات رمزية، ولكن الدخول كان كبير، وشهدنا تشجيع طوال زمن المباراة، يمكن لأول مرة، يعني دائما تشجيع نحب القطاعي حسب حسب المستوى
اللي قدموا اللاعبين، ولكن كانت تشجيع كبير ولوحه تشجيع في المدرجات وحضور جماهيري كبير جدا. نتمنى انه نشهده في بقيه المباريات في المجموعه، حتى انه الدعم الجماهيري يساهم في دفع اللاعبين معنا نحققوا انتصارات جيده، ونشاهد يعني منتخبنا مع المنتخبات الكبيره في نهائيات الكان القادم. نعم. ايضا في المباراه خلينا نتكلم من ناحيه فنيه، يعني الجميع كان متوقع اشراك اللاعبين المحترفين في الدوريات الاوروبيه والخارجيه، هم ثلاثه ورابعهم كان شيبوب. شيبوب كان موجود في المباراه، واعتقد انه قدم اداء فني كان يعني جيد جدا الى حد كبير. ايضا تم اشراك ياسين حامد في الدقائق الاخيره، لكن كيف بتنظر لانسجامه مع اللاعبين، وكيف برضه بتقيم يعني اداء ياسين حامد؟ يعني نعم، ممكن اضافه يعني انضمام المحترفين من الخارج شكل اضافه كبيره جدا. السودان عنده لعيبه مميزين جدا في الدوريات الاوروبيه، في غير الاسماء التي تم ترشيحها واستدعاء، في بعض اللاعبين اعتذروا، ولكن غيرهم في لاعبين كثير، فكل المنتخبات بتستفيد من اللاعبين المحترفين بالخارج حتى انه يدعموا حظوظ المنتخبات في التاهل، ويشكلوا اضافه فنيه للمنتخب باعتبارهم انهم لاعبين مميزين جدا من ناحيه فنيه وبدنيه. اللاعبين يمكن ياسين حامد اللي بيلعب في الدوري الهولندي، واحمد يونس نعم ياسين في الدور الروماني، احمد يونس الهولندي، يعني استجابوا لنداء الوطن ووصلوا الخرطوم وانضموا للتدريبات منذ الخميس، حضروا التدريب يوم الجمعه، وهم كانوا محتاجين لوقت حتى ينسجموا مع اللاعبين، خاصه انهم يلعبوا في دوريات تختلف كثيرا من ناحيه فنيه وبدنيه عن السودان، الاجواء هناك مختلفه، التدريبات، طريقه اللعب، المدارس التدريبيه بتختلف كثير جدا، فبالتالي هم محتاجين لوقت حتى انه ينسجموا مع اللاعبين. هم سريعا كان في يعني في المعسكر كان في روح جيده وفي تعاون بين اللاعبين، وفي ترحيب وليد الشوال رحب باللاعبين في تغريده في صفحته في الفيسبوك، وبعض اللاعبين يعني كان في انسجام واضح، واجتماعيا كان في ترابط جيد انعكس على اللعب. شرف الدين شيبوب طبعا ما غريب عن المنتخب باعتباره لعب مع معظم اللاعبين الموجودين حاليا، وهو لاعب قيمه فنيه كبيره، يعني في مشواره في سيمبا التنزاني احرز العديد من الاهداف وصنع الاخرى، وكان مساهم بشكل جيد في جايب روح معنويه عاليه. نعم، يعني كان لاعب مميز جدا في تنزانيا، لديه شعبيه كبيره الان في تنزانيا، كل الجمهور يحبه، شاهدنا يمكن صور في مواقع التواصل الاجتماعي لشيبوب في الركشات وفي في السيارات الممر، يعني يجي التشجيع اينما حل. فده يعني المنتخب الجهاز الفني هو قرار تاخر في انه اضافه شيبوب، لو كان ضافه فتره سابقه كان ممكن يساهم، لانه لاعب مميز وكان المنتخب يحتاجه، خاصه انه في مشكله في الوسط الهجومي في المنتخب. مشاركه شيبوب يعني كانت من ناحيه معنويه وفنيه جيده للمنتخب، قدم مستوى مميز جدا وساهم في الانتصار الحقق. يمكن ياسين حامد صحيح الجهاز الفني راى مشاركته تدريجيه على اعتبار انه المباراه الاولى بعد ما حقق فوز كبير ونجح في تسجيل هدفين في الشوط الاول، دفع باللاعب حتى انه يتحسس اجواء المباريات وينسجم رويدة مع اللاعبين حتى انه يشارك بصوره مستمره. الانطباع الجيد اللي قدمه اللاعب، قدم مستوى جيد ومهارات جيده، ويعني كاد ان يسجل هدف. أيوة صحيح، هو اضافه كبيره جدا، وايضا احمد يونس اضافه بمزيد من الوقت والتدريبات المستمره والانسجام، ممكن اللاعبين انه يكونوا مشاركين في التشكيله الاساسيه ويساهموا في الانتصارات. نتمنى انه نشوفهم في مباراه جنوب افريقيا، نشوف ياسين في يعني يمنحوه فرصه اكبر، ونشهد مشاركه احمد يونس حتى لو في وقت من المباراه، حتى انه كل اللاعبين يساهموا في تحقيق النتائج، لانه منتخب جنوب افريقيا منتخب قوي يحتاج لاعداد خاص، اعداد نفسي وبدني، خاصه انه المنتخبات الكبيره محتاج. يعني كان منتخبنا يعني جميع المباريات الكبيره في خارج الخرطوم بحقق نتائج جيده في اهتماز دو برهانتي، دائما بعود بالتعادل في المنتخبات الكبيره ويخسر في ارضه، فنتمنى انه يعني منتخبنا يعود بنتيجه جيده من جنوب افريقيا حتى انه يضع اسس جيده في المجموعه ويمضي بنجاح حتى يتاهل، حتى لو عن طريق المركز الثاني، خطف البطاقه الثانيه من المجموعه الثالثه باذن الله. طيب للدوري المحلي، الدوري الممتاز، التركيز على مباراة القمة بين الهلال والمريخ، والجنرال يصرح بأن فريق الهلال يحتاج للتركيز أكثر من خلال هذه المباراة، ما من قراءتك في ملف الفريقين ومدى استعدادهم؟ نعم، لكن مباراة القمة دائما تستحوذ على اهتمام كبير جدا من الأجهزة الفنية واللاعبين والإداريين وحتى الجمهور، فترة طويلة الهلال والمريخ ما لعبوا، دائما هي مباراة عند بطولة خاصة، يعني الفوز بها له يعني حافز معنوي للاعبين والجمهور، والمباراة يحتاج الهلال بشدة بحكم انه حيبدأ مشواره الصعب في مجموعات أبطال أفريقيا، حيبدأ مشواره في 29 من الشهر الجاري في مواجهة بلاتينيو الزمبابي في الخرطوم، المباراة يوم 23 تسبق المباراة يمكن بأربع أو خمسة أيام، بكون إعداد جيد للهلال. الهلال الان في الدور الممتاز استعاد وضعه بعد التعثر في ثلاث مباريات، خسر امام الامل وهلال كادوغلي وتعادل مع اهلي عطبرة، عاد وفاز على اهلي مروه واهلي شندي وحيلعب بالسودان،
ويعني واصل اعداده اليوم حيواجه مريخ الفاشر في تجربه وديه، تجربه وديه هتكون قويه جدا باعتبار مريخ الفاشر من الانديه المميزه ويلعب بقوه امام الهلال المريخ. دي فرصه للجهاز الفني يجهز البدلاء بحكم انه حيلعب اليوم بدون الدوليين لانه مغادر مع المنتخب، ففي فرصه للجنرال صلاح محمد يجهز عدد كبير من اللاعبين البدلاء لمباراه القمه ومشوار المجموعات الصعب. الهلال وضعيته جيده بحكم انه ما في اي اصابات او يعني غيابات كثيره، مستعد لمباراه القمه، الفوز فيها يمنح الفريقين يمكن نقاط حتى يستعيد وضعهم في الدوري الممتاز. المريخ في مركز متاخر يمكن ب 14 نقطه ولكن هو لعب مباراه اقل، 7 مباريات مقارنه بالهلال لعب 9 مباريات. المريخ ايضا يعني رغم الوضع الاداري الصعب اللي واجهه في الفتره اللي فاتت والازمه الماليه اللي انعكست بشكل واضح على مستوى الفريق واقاله المدرب الجزائري اياد عبد الملك واستمرار جمال ابو عنج يمكن بعد تعادل امام حي العرب وخساره امام الوادي نياله، جمال ابو عنجه يعني عمل شغل فني جيد في الفريق واشتغل على العامل النفسي، كان ده انعكس ايجابيا. المريخ عاد ب6 نقاط من الفاشل امام الهلال ومريخ الفاشل، عاد وتعادل في الدوري ثاني ولكن مع الخرطوم الوطني وضعيته جيده حد ما باعتبار 7 مباريات استعد هو بشكل جيد. كان امس في حديث عن انه في مباراتين وديات قبل مباراه القمه، حتى الان لم تحدد مع اي انديه حيلعب ولكن اي مباراه وديه قبل مباراه القمه ممكن تساهم في شكل جيد في الاعداد في تجهيز البدلاء من المريخ خاصه من الدوليين مع المنتخب حتى يستعد المريخ بشكل جيد لمباراه القمه والمباريات القادمه. عن المريخ تركيزه يكون على الدوري المحلي الممتاز كاس السودان بعد ودع دوري ابطال افريقيا والبطوله العربيه. ننتقل مباشرة عالميا، اليوم في عدد من المباريات للمنتخبات ضمن تصفيات أمم إفريقيا. نعم، يمكن المنتخبات العربية اليوم تبدأ مشوارها في التصفيات. كان منتخب الجزائر حامل اللقب هيلعب ضد زامبيا في المجموعة الثامنة، مباراة هتقام في بليدة في الجزائر. المنتخب الجزائري يسعى للفوز في أول مباراة وحتى أنه يكون جاهز لبقية المباريات ويتأهل عبر الأفضل المركز الأول أو الثاني باعتباره من أفضل المنتخبات الأفريقية. لا يسعى لعدم التفريط مثل المدرب جمال الماضي أكد أنه يحترم المنتخب الزامبي حتى أنه حقه الفوز عليه. أيضا المنتخب المصري حيواجه كينيا في المجموعة التاسعة اليوم في مصر، المنتخب في غياب محمد صلاح وعدد من اللاعبين لعامل الاصابه، المباراه تكون المباراه الاولى للمدرب حسام البدري الوطني تحت قياده المنتخب الفراعنه. ايضا المنتخب المصري يعني اكد امس عدد من اللاعبين المنتخب الكيني منتخب ليس سهل، وبالتالي هم يسعوا لتحقيق الفوز حتى يحصلوا على النقاط الثلاثه في بدايه المشوار. ايضا غدا حيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الموريتاني في المجموعه الخامسه، امس اكد المدرب فولوفيتش ان المنتخب الموريتاني صعب وقوي خاصه بعد ما قدم في نهايات الكان في مصر. ايضا حيواجه المنتخب التونسي نظير الليبي غدا في مواجهه عربيه خالصه في المجموعه العاشره في التصفيات الامم افريقيا. امس يمكن السنغال حققت الفوز على الكونغو بهدفين في المجموعه السابعه، وايضا غينيا فازت على جزيره نيسوتو ب3 اهداف، غينيا تصدرت ب3 نقاط مقابل 3 للسنغال ولكن هي تفوقت بفارق الاهداف. نحن مقدرين جدا عثمان الاصفار الصحفي والمحلل الرياضي ومحلل الوفد الرياضي من خلال صباح الشروق على كل الاضاءات الرياضيه، كثر خيرك. شكرا لكم، شكرا لمشاهدي الشروق. شكرا جزيلا لك.